إن قائدنا الكونتر خشندس يهديكم السلام ويقول لكم إننا لن نذل للوذريق ولن نرضخ له. من يظن نفسه؟ الوذريق قادم إلينا ومعه جيش كبير، لقد جمع علينا جيش القوط كله ونحن له على أهبة الاستعداد، سننتظره حتى يأتي إلينا بقدميه. أرجو أن تعذرني عما بدر مني في المرة الماضية. كون جوليان، هذه ابنتك ومن حقها عليك أن تسير الجيوش لأجلها. لوذريق هو المجرم فلا تعتذر. كيف ترى نفسك الآن؟ هل نحن على ما اتفقنا عليه؟ أجدني أكثر إصراراً على ما اتفقنا عليه، وهذا ظني بك. نحن لا نبتغي مما نفعل انتقاماً، ولن نكتفي بالوذريق هذا فنؤدبه. نحن نبحث عن منابع الظلم لنزيلها من جذورها. هذا ما يجعلني أكثر تمسكاً بالاتفاق.